السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سنقوم بتحضير بطبوط بالطريقة المغربية التقليدية، كيجي مسفج وخفيف وطيب على حقه وطريقه بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي وصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق القمح، دقيق القمح سبيسيال، 400 غرام ديال الفرص الدقيق الرطب، معلقه صغيره ديال الزبده على حراره الغرفه، معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره خميره الخبز، الماء باش نخلطو العجين، ماء دافئ. بسم الله على بركه الله كنصبو الدقيق القمح، اي دقيق سبيسيال، دقيق الفرص، دقيق الرطب بهذا الشكل. كنمزجو هذا الخليط ديالنا، كنصبو الملح، كنصبو الخميره، كنصبو فوقها سنيده، السنيده مع الخميره كتفاعلوا كتخمر لينا العجين، الزبده على حراره الغرفه على هذا الشكل، وكنمزجو هذا الخليط ديالنا. هذا البطبوط راه كيجي رائع، غير تبعوا الطريقه ديالو مرحله مرحله. كنبداو نصبوا الماء وكنخلطوا حتى تنحصلوا على العجين اللي بغينا. هذا العجين ما كيكونش ثقيل ما كيكونش خفيف. كنصبوا الماء وكنخلطوا، الماء حسب القياس. بعد ما جمعنا العجين ديالنا بحال هذا الشكل، هانتوما كي كتشوفوا ها هو مجموع رطبه. الان كنحاولوا ندلكوها مزيان، واللي متوفره عنده ماكينه العجينه يديرها في ماكينه العجينه باش تدلكها ليه حتى هي مزيان. نبقى نستمروا في الدلك حتى تولي هاد العجين ديالنا رطبه وسهله باش الا بغينا نكوروها بغينا نعملوا بها البطبوط. كنبقاو ندلكو باش ما دلكناها كتجي مزيان. بعد ما دلكنا العجين ديالنا بحال هذا الشكل، ها هي راه لينه، راه دلكناها مزيان. الان غادي نحاول نجمعوها مزيان ونتركوها تقريبا 20 دقيقه ونغطيو عليها مزيان على هذا الشكل ونتركوها 20 دقيقه. بسم الله. بعد ما خملت العجين ديالنا هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل، كنجمعوها مزيان وكنحاولوا نقطعوها الكويرات اللي بغينا، كبار ولا متوسطين حسب الرغبة ديال اي واحد. بسم الله. هما كتشوفوا انا مشفجة، انا هنحاول نديرهم كبار شي شوية لانهم كيعجبوني كبار. مطبوط بلدي تقليدي بهذا الشكل. بعد ما قسمناهم متساويين حصلت على 6 بطبوطات كبار. الان كنحاولوا نكوروهم على هذا، هما كيبانوا بانهم مشفجين وخاملين مزيان. كنكوروا بهذا الشكل، كنعملوا لهم قليل من الدقيق وكنوضعوهم في هاد الزيت ديالنا حتى تنكملو الكوير كلهم باش عاد نسرحوه مزيان. الكويره الاخرى هي هاد العجين تاع البطبوط باش ما خمر كيجينا مسفج. وكنبقاو مستمرين على هاد الشكل حتى تنهيو جميع الكويرات ديالنا. بعد ما كملنا الكويرات ديالنا هما كي كتشوفوا، الان غادي نحاولوا نغطيوهم ونتركوهم مده 5 دقائق. الان بعد ما مرات 5 دقائق كنحاولوا نختاروا الاولى، هاد الاولى هذه اللي
كورناها هي اللي كنحاولوا نسرحوها. بمجرد ما اخترنا الاولى كنغطيو على العجين ديالنا باش ما تكون فيه واحد القشره هكا على هذا الشكل، وكنحاولوا نبسطوها. هذا البسط اللي كنبسطو كاين اللي بغا رقيق كاين اللي بغا رقيق، يبسطها بزاف باش تجي رقيقه، كاين اللي بغا يخليها شي شويه باش تجي هكاك منفوخه ومسفجه من الداخل. احنا كملنا على هذا الشكل، كنحاولوا نوضعوها في المكان ديالها. كناخذوا هذه وكنوضعوها باش نتركوا هذا البطيبطات البطبوط ديالنا يخلع، وكنغطيو عليه. كناخذوا الثانيه ها هي، وكنحاولوا نبسطها حتى هي نفس الشكل ديال الاولى. كنبسطوها وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع البطبوط ديالنا. بعد ما بسطنا جميع الكويرات ديالنا هما على الشكل، الان غادي نتركوهم تقريبا 15 دقيقه حتى تنحسوا بانهم خبروا باش نطيبوهم. ودائما كنبداو بالكويره الاولى اللي بسطناها، كنغطيوهم. بعد ما خمر البطبوط ديالنا هانتوما كي كتلاحظوا، الان غادي نوضعها في المقلاة. هاد المقلاة رديناها تسخن باش نبداو طيب. كنبداو بالاولى، الاولى اللي بسطناها. بعد ما سخنات المقلاة ديالنا اول مره كنحاولوا كناخذوا هاد الزويب وكنعملوا فيه شي زيت وكنمسحوا به المقلاة ديالنا باش نجعلوه فيه البطبوط يطيب لينا. هي اول مره بسم الله كنوضعوا البطبوط بهذا الشكل، تنتركوه هي شويه يطيب وكنقلبوه باش يتنفخ لينا هذا البطبوط ويجي من الداخل طايب ومسفج ومنفوخ. بهذا الشكل كنتركوه حتى تيتنفخ. هو النار حتى تسخن المقله تكون نار متوسطه، نحاولوا نتركوه شي شويه حتى يطيب، نعاودوا نقلبوه باش يتنفخ لينا ويجي من فوق. هذا هو السر تاع البطبوط باش كيجي من فوق ما كيجيش صامت. حنا كنراقبوه هاد البطبوط راه شي يجي بنين ولذيذ. اي وحده يمكن ليها تزعم باش طيبو في الدار ديالها لانه سهل التحضير. المكونات كيف تلاحظوا بان راه سهله وبسيطه، موجوده في اي بيت. على هذا الشكل هي بدات تنفخ، ها هي بدات تنفخ البطبوطه ديالنا، دليل على انها راه طابت. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها ها هي نفخها. كنحاول انا كنكملوا هكا، يحاول واحد باش نطيبوها من الجناب مزيان. والتحمر حسب اي رغبه ديال اي واحد، بي حمرها بزاف بي حمرها، لان هذا هو السكر، هذا هو نتيجه ديالو انه كيحاول يحمر لنا هاد البطبيطات باش كيجيو شويه محمرين، لان كاين بعض الدقيق اللي كيجي هكاك شهب وما كيبيش يتحمروا لنا البطبوطات. كنعملوا داك معلقه صغيره ديال سنيده باش تحمر لنا البطبوط ويجي محمر وكيجي تاع لذيذ. ها هو هنا الشكل، ها هو طابت طابت. كنبقاو مستمرين على هذا الشكل حتى تنهيو جميع البطبوطات ديالنا.
غير نتبعوا المرحله مرحله. البطبوس ديالنا بعد ما طاب جا على هذا الشكل، ها هو كيجي مسفش. الان غادي نحاولوا نقطعوه من واحد الطريف ونوريكم الشكل من الداخل كي كيجي. ها هو باقي سخون، ها هو كيجي الشكل ديالو شي كيجي مسفش، ها هو على هذا الشكل الطريف. وهذا الطريف حتى هو ها هو شي كيجي بهذا الشكل ديالو هكا، ها هو مسفش وطيب مزيان، دليل على انه دخلت ليه العافيه من الداخل وطيب. بالنسبه للتقديم ديال البطبوط ديالنا كنعملوا فيه الزبده وهو سخون باش ندوه هذه الزبده، وكنصبوا عليه العسل. راه كيجي هائل ورائع، وكنتمنى يعجبكم. الى عجبكم ديروا جيم ونخلطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده، وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.